12 حزيران 2015 نهار منتظر رح يشهد حدثين بحدث واحد. الام تي في رح تنقل مباشره على الهواء حفل ضياف مهرجانات بيروت الدوليه للتكريم، اهم واضخم حدث لها الصيف ويمكن للسنه كلها. بافتتاح المهرجان وزير السياحه السيد ميشيل فرعون كمان رح يفتتح رسميا او يطلق رسميا موسم الصيف لموسم السياحي لصيف عام 2015، وهالمبادرة أكيد هي لفتة تكريمية من الوزير للمهرجان. هالسنة هي الدورة السادسة للبياف اللي انطلق عام 2010، وسنة بعد سنة عم بتميز أكثر وأكثر عن كل المهرجانات التكريمية وكمان على كل المستويات، وتحديدا لهالحدث برنامج ألايف عم بيقدم لكم كل نهار سبت وأحد فقرة خاصة من خلالها بنسترجع أجمل المحطات واللحظات اللي مرقت بالدورات السابقة، وكمان مشاهدينا بنعطيكم لمحة عن التحضيرات لهالسنة وشو رح يكون ناطرنا من مفاجآت. الحلو بهالمهرجان انه بخلينا او بخلينا اذا بدك ننطره من سنه لسنه، هو انه بكرم المبدعين على مجمل اعمالهم هن وبعضهم على قيد الحياه، مش لما بغادرونا وما بقى له قيمه التكريم. بالنهايه هن اشخاص كرسوا حياتهم واعطوا من وقتهم ومن قلبهم لهدف او لرساله او لقضيه، واكيد بيستاهلوا كل التقدير، وعلى امل انه تكون هالجائزه هي حافز او دافع لهم حتى يكملوا بعطائهم. كل دورة بتحمل اسم شخصية مبدعة، يعني المهرجان بيهدي الدورة لها الشخصية، ومثل ما صرتوا تعرفوا مشاهدينا هالسنة المهرجان بيحمل اسم الأسطورة صبوحة نزولا لمدى تعاطف الناس على رحيلها، وحتى نعبر لها كمان قديه بنحبها وقديش تقنيلها. كمان بالدورات الماضية حمل المهرجان أسماء عمالقة بمجالات عديدة مثل جبران خليل جبران، بروفيسور مايكل دبغي، الأخوين رحابني وويليام حنا وجوزيف بربيري. لدورة 2015 لجنة مهرجانات بياف طرحت أسماء أكثر من 200 شخصية لبنانية منتشرة حول العالم من مختلف الفئات والمجالات، من الصحافة للفن للسياسي، أكاديميين ومخترعين وكمان بالعمل الإنساني، وتم تصفية هالأسماء حتى بقي منهم مجموعة من المكرمين. هالسنة رح يشارك بالمهرجان 26 شخصية من 12 بلد عربي وأجنبي. امبارح مشاهدينا نهار السبت كاتيا قدمت لكم لمحة عن الدورة الأولى اللي جرت بال 2010، اليوم أنا وياكم رح نرجع سوا لل 2011 حتى نتذكر أجمل المحطات واللحظات والشخصيات اللي تكرموا. هالدورة أكيد حملت اسم المبدع جبران خليل جبران، دورة 2011، وبافتتاح المهرجان الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وضعت النجمة اللي بتحمل اسم جبران خليل جبران على مسرح البياف. خلينا هلأ نسترجع سوا أسماء المبدعين اللي تكرموا بدورة 2011. نبدأ مع أليكسي ليونوف، صباح فخري، عاصي الحلاني، محمود ياسين، ميس يو اس اي 2010 ريما فقيه، عبد الرحمن الباشا، سميرة سعيد، سلافة وخرجي، رولا حميدي، عبد المجيد مجذوب، ماي عريضة، جاك صراف، نبيل عبيد، ريا دوق جوفير، هبة طوجي، ميسة مغربي، يوسف الخال، موسى صغيب، وشوقي مجاري. هيدي كانت أسماء المكرمين بدورة 2011، تذكرناها سوا مشاهدينا بها اللمحة السريعة تحضيرا للحدث الكبير والحدث المنتظر ب 12 حزيران 2015. تفاصيل أكثر بالأسابيع القادمة، انطرونا.
وبكل دورات مهرجان البياف اكيد طلعوا علينا اهم وابرز الفنانين مش بس من لبنان انما من كل الدول العربيه، واليوم رح نودعكم مع لمحه عن طله الفنانه لطيفه التونسيه بمهرجان البياف 2014 باغنيه انت اجمل حاجه ليا.